السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة. فيديو اليوم عبارة عن سؤال: كيف تقضي يومك؟ وردود بعض شخصياتنا على هذا السؤال. وبعد عرض تلك الصور إن شاء الله سأخبركم ما هو موضوع النظرية القادمة. بالنسبة لمتابعين المانجا، موضوع الفيديو القادم بإذن الله سيكون عن أهم النظريات على الإطلاق، لأنه سيتحدث عن هوية هذا العجوز الغامض، ولماذا ظهر هذا العجوز في هذا التوقيت تحديدا. لذلك الفيديو القادم سيكون ممتعا وينال إعجابكم بإذن الله، وإلى أن ألقاكم في المقطع القادم المنتظر، سأترك لكم في الوصف روابط لأهم فيديوهات قناتي حتى الآن، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.